ليش ما نفذتي الحكم؟ بس ما عندي مستوى. هلا بنلعب انا وياك على احكام. على احكام تلعبي هسا؟ شو عم تاكلي؟ ليش ما حاطه ميك اب؟ شو عامل اليوم؟ قاعدة وحطيتي لي هال هيك ملحفة. قاعدة وين قاعدة؟ بألكسا؟ وين ألكسا؟ هسا؟ انت راجعة؟ مني راجعة، مني راجعة. انت راجعة؟ لوين راجعة؟ على دبي، على تونس. الأسبوع هذا. ليكي ما شفتيني عم قلها لنورس بدي اجي لعندك على البيت. شفتيني اكسبلور بدي اجي على تونس. والله رين هون الفي بي ان، تيك توك في بي ان، بفتح لايف وبسكر لانه الفي بي ان ما بخليني اعمل شيء. ما شفتيني؟ قلت لها بدي روح، قلت لها بدي روح لعند ضحى على البيت، بدي اكل بيض من عند الدجاجة، بيض بلدي وجبنة بلدية وخيار. في ناس حكولي على الفيديو ذاك. رين تعالي بحطك في عيوني في تونس. واللي بدي احطك بقلبي انت وبس وليه؟ والله تعالي بحطك في عيوني في تونس، بحطك والله بتدلعي دلع. بالصيفيه، بالصيفيه ان شاء الله. انا حلفت لهم، قلت لهم اول ما بتبلش الصيفيه والبحر بنقضيها انا وياك على البحر. ايه تونس كلها بحر. ليش عامله ميك اب اليوم واجواء وشعر وكذا؟ ليه على طول هيك نفس الشيء؟ لا فعلا اليوم تغير حلو. اوف يا المصري، اوف اوف اوف. ليه مش مزبطة جمالك اليوم؟ يا حني شو عملت اليوم؟ جبت نورشين من المطر. نورشان عايشة بالأردن؟ ليه بدبي. ليه انت وين؟ انا بالأردن. اوكي اسمعني، شفتي تجيك هيك ايام ما بتحبي تعملي ميك اب وما بتحبي تاكلي؟ دايما تحبي تعملي ميك اب؟ لازم. بس في مرات بتبطلي، حتى لو ما الك جليدة لازم يكون الك جليدة كمان. بتزيد ثقتك بنفسك، بتزيد ثقتك بنفسك. لازم تضلك حاطه ميك اب، لازم 24 ساعه تكوني جاهزه. ما بتعرفي ابن الحلال كيف بيجيكي، لازم تضلك بيرفكت كل الاوقات. لين شفتي اللي طلع معي الصباح؟ شفت شيء اكسبلور عم بيقول لك مدري شو بحبك وهيك. خلص ما عاد حكي. شو صار؟ مكب العصير. بس ما بحس هيدا ذوقك. صغير كبير شب. هو مش ذوقي. بس منيح بتمشي حالك يعني على التيك توك بتتسلى. ليش بأربعة بكويت فاين؟ خلص. تاكلي في البطاطا؟ نزعل الصوت؟ طلبت حلو هاي وكلي. ليكي ليكي حكم الأول رينا. ليكي 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 من مدي عين عليكي. والله ركز ركز. أخ شو كمان؟ وائل ليك عم نتحدث. انا عندي دعمين، تعي شوف البلكو عندي، بس ما بدهم يدعموا ضدك يا اختي. صاروا بحبوكي داعميني، حتى كلكم قاعد ما بده يدعم. قال لي بحبها لضحى. كلكم انت احكي والله. بدك توبان؟ ترى طيبه اختي، كثير تخوفي انت هيك، ترجعي شريره. امتى اخر مره اخذت التوبان؟ ريت شو مالك؟
والله الميك اب تبع اليوم والشعر مخفاه. ليكي امتى شفت الاسد؟ والله اليوم ما شفته. غمض عيونك. نفس الشيء بحكولي. غمض عيونك. عم بتشوفي؟ غمض عيونك. والله ما بشوف. بلا. حلفت بوالله. طب يلا غمضي. المثل مثل كاملة هيك. لمين تكتبي؟ أمك. شو قلت يا حلوبة؟ احنا عادية الكلمة عنا، انتم ما عندكم مو عادية. بكرة بصور. شو خلص خليه. وانت قاعدة تمسحي. نزعتيني اياها. انتي نزعتيها لحالك وخيتي. انتي رين تخلي دائمين يبعتوا اسود. بدك تاكلي؟ ما اكلتي. اكلت بس بطاطا. شعرك ولا باروكا قالوا لي؟ ها يا باروكا ما كلهم شعرتين ونص. قصدن انت شعراتك انت؟ شو عم تقول ها؟ شو رين شو عندك جديد؟ شو في؟ ما في شيء، عمري تعبانه نفسيتي. ما تحسي لي لقيت اللي نكد صح؟ بدي اسافر. وين تسافري؟ عم فكر روح على ايطاليا. ايطاليا؟ كريستين ثانك يو. ايه بدي روح على ايطاليا انا واختي، عم فكر يمكن. انتي ونوني؟ حلو والله، روحوا انبسطوا. سافري بما انك صغيرة. بما اني شو؟ صغيرة. من تونس نموت فيك، ولكي انا مش بموت فيك، ولي انا بعشقك. وعلينا وعلينا تعكر ما جاي. يا تونس قلبي. يا تونسيت قلبي. شو شو بيت؟ كريستين. يا كريستين ارحبي ولي يا مطنوخة كريستين. امي نفذوا لي شيك 16000 وخيتي لبيس. شكون شبيك يا رين؟ شبيك يا عم بوزينك يا رين؟ يعطيك دودة يلعن بوزينك انت. عايشك. شو يعني احنا غزل عنا يا عم بوزينك؟ ليكي ولا تحكي مع كركم تخليكي. بس وليه عايف شو هالحكي هيدا؟ شفتي كركم فتح لاي؟ شو؟ كركم فتح لاي. ايه شفته. فت لعنده دعمتي؟ قالوا لي دعمتي. قالوا لي كنت عنده طالعة جاس. جاوبي انت. فتت علي بو وخيتي كولي احكي معايا خليني نركب. خايف ها يلا. فتت طالعة، فتت طالعة حتى يشوف الليفل تبعي فهمتي. شلت الليفل وفتت طالعة، فتت طالعة. قال لي ضحى شفناكي فايتة طالعة، فايتة طالعة. اكتب له تعليق. ها 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 ها
اللي شو ضحى ان شاء الله دايما مبسوطه. قلت له الله يخليك يا كركم، وين رين؟ كيف رين؟ قال لي شو قال لي نسيت، المهم اذكرك حسي له ان شاء الله. بيته ذاك اللي مصور هيك بيقولوا. خليني اكمل، قعدت ارقب في اللايف، والله قعدت ارقب في اللايف لبين ما نمت. ترى ما دايما ولا حدا على فكرة كركم، على فكرة كل لك شي اللي يدعموه اكل يدعموه يحبوا يجيوا يرجع لهم الدعم. كركم مش من نوع هذوكم. كركم مسكر الهدايا اصلا، ما في هدايا. ما ليش قولي دعمتي؟ ما عم بسألك. لانه ما دعمته والله اصلا، ولا ما فكرت اني يدعم، يعني بفكر اني يدعم كركم، يعني ليش ادعم كركم؟ سافعل وانت كذلك. جيت رساله ثانيه؟ لا انا بقول لك خلص، ما دور انهم شو عم تعملوا انت وياها؟ عم نحكي. الحكم الاول انا ربحت. فاصلة. ليكي ليكي علي انا بدك ترجع على لبنان. جماعة يمين قولوا له ما بدي، كنت طالق قلت لكل يمين طالبك يا ما بدي، خلي بكرة ولا بنا خلص راح أكمل مع لين وأفكر لين بكرة بفتح الصباح. مين عم يبعث لك سناب؟ مين يبعث لي سناب؟ أنا ترى مسكرة الرسائل في سناب، ما يقدروا يتواصلوا معي ولا حدا على سناب. والله مسكرة أنا رسائل في سناب. خبرينا شي حلو. خبرينا شي اكسبلور بكره. اي ساعة بتفتح الصبح؟ الصبيح وجرفة، وانا علي زمان ما فتحتش الصبيح، يعني الساعة 8، بس لازم ارجع الوقت هذاك. ليه عم بيكون حلو؟ كثير صراحة، كثير كنت ما شاء الله صرت انام. ليكي ما بتفكري تروحي على جاكو عادي قولي. لا ما بدي اقولها، مع نفسك يروح حسابي. ما بيروح حسابك. ما بتفكري؟ لازم يجيني عقد. عقد شو؟ ما بروحش الا بعقد. شو يعني؟ كل اللي رايحين هناك بعقود حبيبتي، دافعيني لهم قبل ما يفوتوا. مفكرة هيك الحياة سهلة؟ مين قالك انت؟ من هو ما بحس. لا شو ما بتحسي حبيبتي وقت وقعوا في العقود انا معاهم؟ قد ايه قبضوا؟ يا وخيتي من رين. اي سؤال جيف على بالها ما تفكرش انك قبل ما تسأله طول، اي كلمة تجي على بالها تقولها طول، ما تقول يلا خليني افكر قبل ما اقول السؤال. شو عم تاكلي؟ صحتين نورشان. بتحبيه؟ صفر صفر صفر. خمسة ستة واحد. هاتي. مين بتحبه؟ اخ راس عم يجعني. لو انا بتحكي معي فكرت تحكي معايا. لا انا كنت هذا. ايه امتى ناوي ترجع على دبي؟ ياي تعليقات ما شخص طلبني اما راجع الاسبوع الجاي، ما لازم اقضي رمضان في تونس، مستحيل اقضي رمضان غير تونس انا. ليه انت بتصومي؟ يعني عادي بركي بتاخدي ادوية ما فيكي.
رين مسيحية انت يا؟ بس امي مسلمة، وليدي اسلام. بس ليك انا بصوم برمضان، بس بصوم اول يوم واخر يوم، عرفتي؟ كرمال حس اني شاركت. على رين شبيك اليوم؟ شربة شي؟ شو مالك؟ مش عارفة والله العظيم. بصوم اول يوم واخر يوم كرمال اعمل الافتتاحية معكم، واخر يوم يعني منيح عم شارك وبفطر معكم وبتسحر معكم، بس انه باكل عادي. بتعرفي شغلي انه انا احلى شهر عندي شهر رمضان، كثير بحبه. طيب انت وقت الافطار والفتوش وكل العيلة بتجتمع والقصص. لانه صورت هلا انا عادي. اسمع اسمع رين، ضروري رين ضروري، انت هسه جديده في اللايفات صح؟ ايه. مش رح تفتحي في رمضان في النهار صح؟ ليه ممنوع؟ امتى بنفتح على السحور؟ لا بتفتحي بعد المغرب بعد الافطار. مين باله يطلع يشوفك انت فاتحه لايف صايمه كل نهار وتفتحي لايف؟ تقدري؟ اجواء في الليل بتجنن حبيبتي. مع ايه سحور مش الافطار، سحور. خلص السحور حبيبتي، بعدين نرجع نصوم. انا كنت يعني مثلا يعني مثلا نحن معقول 7 الصبح 8 الصبح ما في حدا فاتح لايف؟ ما فيكي تفتحي لايف تحكي يعني؟ عيب. اي بي ويلكم هدية، ويلكم. وفي رمضان والصبيح ديري بالك حبيبتي، وكيركم كله ليا. اي بي اوه هيك رحنا فيها مساكن راحوا جماعة ديرة التيك توك. عم بيقولوا لي عم بيقولوا لي شو بدك فيها؟ شو بدك فيها؟ بلا هبل برمضان كلهم بيفتحوا لايفات، بلا هبل. شو خاص؟ ليش في حدا بيفطر من الكلام؟ يا اخي اي معايلك، لانه شي لو كنت احكي كنت صح بعد شقال فتر. انا قصدي انه ليش. خلص اخر جوله راح اسكر. يلا لازم انام انا. نام؟ قد الساعه؟ ساعة واحدة عندكم؟ الفرق ساعة بيننا وبينكم. ولازم انام خسر خلص، انا صاحية بكير لازم اصحى بكير بكا. انت بدك تنامي، عمين عم تضحك؟ عيونك مثل التمساح وعم تاكلي شوكولا، ما بدي يجيك النوم. الشوكولا بيعطيكي طاقة. جد؟ انا عادي باكل. بتكذبي علينا؟ بعدين ما بيسوى الشوكولا بالليل، بيعمل لك كرش. حبيبتي انا قد ما باكل ما بسمن. ليه؟ أدمانك حي ومسمة تحرقيهم. هي نفسها حكت برين على رمضان. شو هينة؟ شو؟ رمضان شو مالك جماعة؟ شو على منك أنا حية ومسمة؟ بس مش علي. بتعلم منك. يعني اوقات انت بحاجه تكوني حيه. برافو يعني حلو. في مره شفتي جستيتي هيك حسيتي انه انا حيه فيهم؟ ماني كاينة انت. ليكي انت من تحت لتحت، انا ما بعرف كون مثلك. يعني انت شو برجك؟ اسد. انت برجك الاسد؟ حلفه قسما بالله. امي الاسد. ليكي انت قلبك طيب، الاسد قلبه كتير طيب بس مصلحجي وبحب المصاري. شفتي قديش انا بحب المصاري؟ انت بتحبي اكتر، معروف الاسد بحب المصاري. مصلحجيه بس يا ماشي. بس ليه هي كلمه كثير مصلحجيه بس كثير كل الناس. انا عم بحكيك على برج الاسد، ممكن انت منك هيك. لا هو الاشاعه فيه يعني مو المصلحجي، بس انا والله يا ريت لو كنت مصلحجيه، يا ريت. لا انا لا كنت في مقام اقوى.
بس عادي، مش غلط الإنسان يكون مصلحجي، يعني بطريقة مش مش غلط، مصلحجي. انا كمان يعني بكون مصلحجيه، انا بدي أقول بكون لك شيء، بتعرفي أنت شو مصلحجي؟ يعني أنت إنسانة بتضلك مركزة على مصلحتك، وين مصلحتك بتكوني موجودة، وهذا الشيء مش غلط. بس انا ما ركزت على مصلحتي في بعض الاوقات. أوكي، بس أنت أكتر الأوقات بتركزي على مصلحتك، which is good. يعني مش غلط الإنسان يفكر بمصلحته، عطول مصلحته هي الأهمية، مش غلط. بس هاي الكلمة عامة مش نقول لك، يعني أنا بحب هالكلمة الصراحة رين، أنا بحب أركز على مصلحتي، لأنه مصلحتي في الحياة دي أهم لي من الناس كلها طيب صراحة. ما هيدا هو اللي عم نحكيك إياه. أنا بحكي لك على حالي، أنا لما قلتي لي الكلمة ما انزعج منها، أنا بحب حالي، أنا يعني حبيبتي إذا ما بحب حالي مين راح أحب؟ فالناس طبعا. طيب ما هيدا اللي عم نقول لك إياه. لا انا ليش برد لي هم يقولوا لي ردي عليها، قالت لك لا، قالت لك مصلحجيه مصلحجيه، انت افهمي شو انا بقصد. قلت انا بحب الكلمه، هم يقولوا لي ردي ردي ردي، لا انا الكلمه بحبها، واذا ما بحب حالي وما بسمحلش على جل حالي علشان مين سايب مصلحتي سامحني، وكلها مصلحه يعني. هي رين فاتحه لايف عشو على مصلحتها صح ولا يعني انت شخص مركزه على اهدافك، بتضلك مركزه على اهدافك، فهمتي؟ انا بغيب اوقات ما بركز على اهدافي، عرفتي؟ عشو تركزي لما تغيبي؟ يعني بغيب بصير يعني يلا يلا بمشي، يعني يلا شو هيدا يلا بضيع وقت. انت لا، انت مركزه على اهدافك، يعني مركزه منظمه، ما يعني فهمت علي انت؟ لا والله ليه اليوم رين ضليت العب، ما ركزت على التوبيت، ضليت فاتحه جيست انا وكان اسباني 5 جولات، لعبت جولات ولا شيء، ضيعت وقت اليوم، ضيعت دعم راح علي. شو ضيعت دعم راح علي؟ ليك امبارح مرهف كان عندي مرهف عادي. كيف كنت دعمني في جولة رسمية كركم؟ لك انت بتستاهلي، هلا بتستاهلي توب 1 كركم، روح لعند ضحى والله ما يعني بتستاهل ضحى. يا والله اجا والله لو بده يدعم كان دعمك فوزك. اي والله لين خليني اروح انام حبيبتي، تصبح يلا خير. يا عمري تصبح جماعتي هاي عدي I love you. شو قلبك رين؟ اوكي استهلي فيهم، سيري قولي لهم ها تونس تونس. يلا روحوا عندها، راح اسكر من عندك اوكي من هون جماعتي. بس ما تسكري عن جد، بدك تنامي، خليك العبي جولات. والله ليه ليه رين تعبت طول اليوم فاتحه والله. ديروا بالكم حالكم، بحبكم كثير. يلا يا عمري بس عندها، يلا تصبحون على خير، افتحي في النهار بكره رين اوكي. ايه يا عمري يلا انجوي.